استغرب البعض من المتابعين دعم إيلون ماسك الهائل لدونالد ترامب، خاصة أن ماسك على مدى سنوات عرف بميوله الديمقراطية. ظل السؤال الذي شغل أغلب الناس، ما هي الأسباب التي حولت دفة ماسك من الديمقراطيين إلى الجمهوريين؟ تقرير نشرته صحيفة The Wall Street Journal كشف عن هذه الأسباب. بعد أن أعلن ماسك تصويته الدائم لصالح الديمقراطيين حتى وقت قريب، إلى أن أعلن تأييده للمرشح الجمهوري في السباق الرئاسي دونالد ترامب. التغير الذي أرجعته الصحيفة الأمريكية إلى تجاهل إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن لصاحب شركة تسلا للسيارات الكهربائية. فبعد اتفاق تعاون بين تسلا وإدارة بايدن بعد تنصيب الأخير كرئيس مطلع عام 2021 وتحت ضغط من نقابة عمال السيارات، تجاهل بايدن ماسك، حيث لم تتم دعوة الأخير إلى حفل توقيع بايدن على أمر تنفيذي يهدف لجعل نصف السيارات الجديدة المباعة بحلول عام 2030 خالية من الانبعاثات. بينما رحب بايدن بمسؤولين تنفيذيين من ثلاث شركات سيارات أخرى هي جنرال موتورز، فورد، وشركة ستيلانتس، والتي تخلفت جميعها عن تسلا بهامش كبير في إنتاج السيارات الكهربائية، لكنها توظف الآلاف من أعضاء نقابة عمال السيارات. وهنا يعني تبدو الإجابة واضحة تماماً، فكرة النقابة العمال أنه لديهم أكبر عدد من الموظفين داخل النقابات، ودائماً النقابات يعني علاقاتها السياسية وربما يعني الأيديولوجية حتى متوافقة مع الحزب الجمهوري. لكن في كل الأحوال الصحيفة أشارت أيضاً إلى سبب آخر قد يكون وراء دعم ماسك لترامب، هو الأمل الذي لدى إيلون ماسك في تخفيف الضغط الذي تفرضه عليه هيئة الأوراق المالية والبورصات بسبب تصريحاته ربما على وسائل التواصل الاجتماعي.